بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة شكر وعرفان وامتنان إلى الأخوة الأكارم والأحبة الأكابر والسادة النبلاء والسيدات المحترمات في السعودية والعراق وسوريا ومصر والمغرب الذين يشاركونني ويفعلون المقاطع ويساهمون في هذه القناة التي أنشر فيها على اليوتيوب وعلى التيك توك، ويساهمون في نشر هذا الخير والعلم والمعرفة والثقافة. وأنا حقيقة أحضر وأتعب وأقدم كل ما أستطيع من إمكانيات متاحة أمامي على بساطتها، ولعل في الفترة القريبة أو لا أدري أن أحظى وأكون ضمن هذه الكوكبة من الدعاة الكبار الذين يساهمون في نشر هذا الخير. وها نحن نعيش في هذا الفضاء الواسع وسبل الخير كثيرة، ولعلنا نكون مشعل من مشاعل النور. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أحظى بأحد الأخوة الأكارم الذي يساعدني ويقدم لي يد المعونة المادية أو المعنوية بوسائل أكبر من هذه الوسائل التي أعمل بها، وأحظى بشيء من هذا العطف والحنان والاهتمام لكي نكون جميعا على درب أكابر الصحابة الكرام، وأن نسير ضمن هذه الخطوات التي نسعى من خلالها أن نكون في هذه الحياة الدنيا لنا قدم الخير إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والقبول. شكرا لكم، بارك الله بكم، والحمد لله رب العالمين.